السلام عليكم متتبعي قناه فيزا بواج ماروك، مرحبا بكم في هذا الفيديو. هذا سمحوا لي تعطلت عليكم لاسباب راكم كاملين عارفينها. السبب هو الوفاه ديال هذاك الطفل المسكين الله يرحمه، داكشي علاش ما قدرتش ندير الفيديو. اليوم قررت باش نخرج بهذا الفيديو هذا باش ننصح الناس على المواعيد ديال الفيزات وعلى القضيه ديال الحدود اللي تفتحات وكيفاش الناس غادي تقدر تسافر على برا، سواء بالنسبه لفرنسا او لا دول اخرى كاسبانيا والى اخره. اخوان بالنسبه لفرنسا ضروري تيقول لك 3 ديال الجرعات زائد تاس بي سي ار قل من 48 ساعه، وداك داك الكيو ار ديالهم اللي كتيليشارجي من السيت او اللي كتكون في المطار واحد تصريح بالشرط. بالنسبه لاسبانيا نفس الشيء، الجرعه الثالثه او الثانيه ما تكونش فايته واحد 270 يوم، وداك الكود كيو ار اللي كتعمر في السيت كتعمر فيه المعلومات ديالك راه ساهل، ماشي شي حاجه صعيبه. بالنسبه للناس ديال الجرعه الثالثه تيقول لك ما يقدرش واش يدير تيست بي سي ار او لا. كاين بزاف ديال الناس، كاين شي وحدين مشاو بلا تيست بي سي ار وكاين شي وحدين طلبوا لهم على حساب المطار او على حساب زعما الشركه ديال الطياره. كاين اللي كيطلبوا داك التيست بي سي ار وكاين اللي ما كيطلبوش، ولكن من الاحسن بلاصه ما تبقى غادي غتعذب حتى تما تكون داير هاد التيست بي سي ار باش تهنى منه. هادي من واحد الناحيه. من ناحيه واحده اخرى، الناس اللي ضاربين جوج جرعات وكانت جاتهم فهمتي كانوا ضاربين جوج جرعات ما ضربوش الثالثه وجاتهم كورونا وفايت 4 شهور على داك جوج جرعات وجاتهم كورونا في اقل من 28 يوم، غادي خصهم ضروري واحد الشهاده طبيه كتثبت باللي راه واحد الشهاده طبيه كتثبت باللي راه هما برا او لا تيست بي سي ار سلبي، وغادي يجيبوا واحد الفحص واحد الفحص سريع باللي راه كانوا مصابين بفيروس كورونا في اقل من 28 يوم. هادو الناس اللي ضاربين جوج جرعات وجاتهم كورونا. اما الناس اللي ضاربين ثلاثه ديال الجرعات راه كافيه وغادي يديروا التيست بي سي ار كما قلت لكم قبل وغادي يمشيو يسافروا، ما كاينش مشكل نهائيا. دابا غادي ندوزو للقضيه ديال المواعيد. كما كتعرفوا الحدود تحلات والناس زعما شي شويه باش تدفع الفيزات، هادشي تيبان في لي رونديفو. بالنسبه لاسبانيا الناس اللي كيدفعوا بزاف في اسبانيا المواعيد تقريبا راه متوفره وحلوا هذاك المشكل ديال الخلاص، ما بقاش نهائيا. انا ضربت شحال من واحد رديت ليه موعد لاكارت بونكير ديالو وعطاونا الموعد، من مور ما خلصنا بلاكارت بونكير عطاونا الوثيقه ديال الموعد، يعني المشكل ما بقاش والمواعيد راهم كاينين. الناس اللي كتعرف تقدر تدخل زعما تاخذ الموعد راسها تقدر تاخذ. كاين غير واحد المشكل في كازا هو انه المواعيد ما كاينينش. كما كتعرفوا كازا ديما عليها الدرك بزاف حيت شاده واحد لا ريجون كبيره، هادشي اللي خلى القضيه ديال المواعيد يكونوا قلال. اما بالنسبه للمدن الاخرى راه المواعيد كاينين وخلص بلا كارت بونكار ديالك وتيخرج لك المواعيد ديالك، هادشي اللي كاين. بالنسبه لوقتاش كيجاوبوا بالنسبه لمدينه الرباط راه الجواب يقدر ياخذ حتى شهر و 20 يوم، يعني الا كنتي غادي دير مثلا فيزا طلب الفيزا على شهر 20 يوم ولا 25 يوم، من بعد 25 يوم وشهر، حيت الا بديتي مثلا ريزيرفاسيون ديال لوطيل قريب راه يقدو يردوك في تما في باريس ويقول لك سير دير لنا شي تاريخ يكون بعيد. وكاينين الناس كيدوزوهم ولا دوزوك راه ممكن يعيطوا لك من بعد يقول لك اخويا صاوب لنا ريزيرفاسيون جديده وجيبها لينا باش كيقدروا يعطوك الفيزا ديالك. هادي داروها شي جوج ولا ثلاثه ديال الناس كنا دفعنا لهم عاودوا ريزيرفاسيون جديده من بعد ما عيطوا لهم في التليفون قالوا لهم بدلوا التاريخ حيت مات عليها وكيعطيوهم الفيزا فهداك التاريخ ديال ريزيرفاسيون جديد. بالنسبه لواحد القضيه، الناس اللي كانوا خلصوا بلا كارت بونكير ديالهم وما طلعش ليهم الرونديفو، هذا كان مشكل نهار الخميس الجمعه حتى السبت حتى الحد. الناس كنا تواصلنا مع الناس ديال القنصليه اولا الناس ديال بيليس قالوا لنا بلي راه غادي يعوضوهم يقدو يعطيوهم الرونديفو، هادشي على حساب هضرتهم سينو راه الفلوس مشات واخا عندك دليل قاطع بلي هما راه قطعوا لك هذوك الفلوس ديال رونديفو. دابا غادي ندوزو لفرنسا. بالنسبه لفرنسا الحال باقي هو هو، ولكن الناس زعما كتدفع الفيزا نتمناو الحظ لكاع الناس حيت دابا الناس واقفه غير على الزهر. وكاين اللي زعما خدا الفيزا وكاين اللي تفضلت ليه الفيزا وعاود خدا الفيزا. المهم راه ما عندي ما نقول لكم، اللي عندها شي غرض فرنسا غير توكل على الله واش تمشي، حيت هادشي راه بان لي غادي يطول واحد 3 شهور ولا 4 شهور، يعني دفع وتوكل على الله وصافي وان شاء الله يكون خير. الوراق راه هما
الرونديفو اللي تبدل في الخلاص ديالو هو انه راه ولا تيتخلص على ساعتين المكانه. الا خديتي رونديفو تيعطيك واحد الكود فيه 12 رقم تيخصك تمشي لوفاكاش ما تفوت ساعتين المكانه وتخلص الرونديفو. الا ما خلصتيش راه كيمشي لك الرونديفو اللي خديتي. المواعيد اللي فيهم المشكل في فرنسا هما ديال كازا، الناس اللي فيت عندهم عام عامين 3 سنين 4 سنين هما اللي عندهم المواعيد قليله وهما اللي تيلقاو صعوبات هاد الايام. بالنسبه للدول الاخرى المانيا رجعوا حلوا المواعيد ديالهم، ولكن الناس اللي فيت عندهم عام عامين 3 سنين 4 سنين في الخمس سنوات الاخيره وتكون فيزا ديال المانيا ماشي تكون ديال بلاد اخرى هما اللي طالقين لهم، ويكون بنادم اللي غادي يمشي يدفع ملقح بلقاح معترف به لدى الاتحاد الاوروبي اللي هما كاملين من غير سينوفار. يمكن حتى سبوتنيك ما دخلش، سبوتنيك يمكن حنا ما دخلش عندنا. بالنسبه للبرتغال باقي ما كاينش فيزا توريست، بالنسبه لهولندا كاينه فيزا توريست وكاين وكاين زعما فيزيت دو لا فامي، يعني كاملين الناس راه كيدفعوا في هولندا والمواعيد ديالهم راه واصلين 7 في شهر 3، يعني المواعيد راه ماشي بعاد بزاف بالنسبه لهولندا. اما بالنسبه لبلجيكا بزاف ديال الناس سولوني على بلجيكا، بلجيكا المواعيد راه متوفره بالنسبه للناس اللي غيمشيو فيزا فيزيتا لا فامي اولا فهمتي يمشي فيزا كورتيجو باش يمشي يتسارى ويرجع، راه المواعيد ديالهم راه كاينين. هو من الاحسن بلجيكا ما تمشيوش ليها من غير لا كان تمشيو ولدكم اولا بنتكم يقدو يصيفطو لكم لانفيتاسيون من تما. بالنسبة للدول الأخرى راه باقا كما هي، المواعيد ديال الميريكان واصلين الأخر ديال شهر 5، 31 شهر 5 حتى الأول ديال شهر 6. بالنسبة لكندا التدفيع راه كاين أونلاين، ما كاينش باقي ما بداوش التدفيع في فيز جلوبال وكيتعطلو ورجعو عاوتاني كيتعطلو شي شوية. هادشي اللي خلاني أنايا ما نقدرش ندفع لشي ناس اللي كيوصيوني حتى نشوفو الأمور كيفاش غادا. بالنسبة للفيزا ديال الإنجليز الناس راه كيدفعو كيجيو من بعد 21 يوم وكاين سحاب على الانجليز الناس بزاف اللي تيدفعو. كيما عاودوا لي الناس اللي مشاو يدفعو قالوا لي راه لقاو زعما كاينين الناس اللي كيمشيو يدفعو فيزا ديال الانجليز اللي ولات ولا فيها ولا ليها لاكسي زعما باش تدفع ماشي ساهل، ولكن تيعطيو الفيزا. يكفي ان الامور الماديه ديالك تكون مزيانه وتكون خدام ترونكيل ولا ديجا عندك فيزا ديال شينغن راه هادشي كيسهل باش تقدر تاخذ الفيزا ديال الانجليز. وكننصح اي واحد بغى يدفع فيزا ديال الانجليز اول حاجه يبدا بها يبدا ديال 6 شهور بطبيعه الحال، ما يبداش بالفيزا ديال عامين اولا 50 اولا 10 سنين باش ما يضيعوش ليه الفلوس، يعني ما يطمعش بزاف ويبدا غير بالفيزا ديال 6 شهور. هادشي اللي كاين الاخوان. بالنسبه للناس اللي كيقولوا لي خذ لينا موعد شهر 4 شهر 5 راه باقي ما وصلوش المواعيد لذاك التاريخ الا بالنسبه للامريكان، يعني كاع تقريبا المواعيد اللي كاينين بالنسبه لاسبانيا راه كاينين ابتداء من السيمانه الجايه وكاين يطلقوا لهم حتى شهر 3 الاخر ديال شهر 3. فرنسا راه كيطلقوا شويه بشويه راه ما واصلين حتى شهر 3. الانجليز هما راه المواعيد قريبه، بالنسبه للامريكان هي اللي عندها المواعيد بعيده حيت عليها الطلب بزاف، وكانوا الناس اللي كانوا دفعوا قبل من كورونا هما اللي خلاو عطاو زعما لاكسي باش يعاودوا ياخذوا رونديفوات. هادشي اللي خلى المواعيد تقدر تهرب حتى لذاك التاريخ. بالنسبه للوثائق وديك الشيء راه باين كدير الفيديوهات شنو كيتجمع ما تبدلات حتى شي حاجه. ونتمنى انه هاد الفيديو هذا يقدر ينفعكم وبارطاجيو مع الناس اللي باغا تسافر، واللي عنده شي استفسار يكتبوا لي في كومونتير راه كنقدر كنحاول ما امكن نقدر نجيري لي كومونتير اللي تيجوني في يوتيوب او الميساجات اللي كاينين في فيسبوك ولا في انستغرام وحتى التليفون راه تنقدر تنحاول ما امكن باش نجاوب على كاع الناس سواء بالهضره او في الواتساب. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.